خلي بالك يا اسطى، في واحد مكمبر ورا الشجره هناك اهو، هعمل لك عليه علامه اهو، طلع اضربه اضربه. الله الله، انت ما راكش غير اللعب والنت بس. لما النت بقى يخلص يا حلو بوريني مين هيشحنهولك. انا بحذرك اهدى شويه على النت. بالراحه يا بابا، ده احنا لسه ما كملناش 10 دقايق شاحنين النت. طب كويس انك عارف، اللهم بلغت اللهم فشلت. باقي ايه بس اللي تخلص؟ لسه فاضل 20 يوم. ها يا ابني ايه ده، في ايه؟ اللاعب بيرجع لورا ليه كده؟ يا اسطى انت سامعني؟ يا حلاوه البنج كمان علي؟ يا نهار ازرق، لو طلع اللي في بالي صح لما اشوف فاضل قد ايه في الباقه. يا نهار ازرق، خلصت؟ هقول ايه لبابا بس؟ يا نهار ابيض، انت لو عارف ان الباقه خلصت دلوقتي لو عملت ايه مش هيجددها. لما اروح اقول له بقى وامري لله. بابا واد يوسف، كويس انك جيت. ببعت رساله لعمك محمد زميل في الشغل، الرساله مش عاوزه توصل. ما داعي بنت يا بابا. ايه الراوتر مهنج يعني؟ لا يا بابا. ما في ايه بس يا ابني، شوف لنا الرساله دي، عاوز ابعتها باي طريقه، عاوز اشوف هيروح العزاء بتاع المدير بتاعنا امتى. ما هو للاسف يا بابا مش هتتبعت علشان النت. ماله النت؟ ما انت كنت لسه بتلعب عليه بره زي القطر. انا يا بابا؟ امال امي، مش انت اللي كنت بتلعب عليه بره دلوقتي؟ ده يا بابا مش بتلعب بنت يا راجل. يبقى هي السبب بقى، انا ما كنتش عارف انها بتتلعب بنت. استنى بتقول هي السبب؟ افهم من كده ان النت خلص؟ يا ابن اللعيبه يا بابا، ما شاء الله عليك، انت طلعت ذكي جدا. اشحن النت بقى. يعني خلص؟ ده انت يومك مش هيعدي النهارده. هو انا بس يعني هو اللي بستخدم النت في البيت ده؟ انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك، انت السبب في كل شويه انك تخلصها. يعني ده اخر كلام عندك مش تشحنها؟ طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ العب لعبه التعبان؟ لا 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 لا، ايه يا ابن شغل الاطفال ده؟ لازم اشوف اي طريقه اخلي بابا يشحن لي بقى باقه النت. بس هو مفيش غير حل واحد بتاع كل مره، زي راح عن بالي. هو راح فين؟ بابا فين يا دنت؟ لا خلاص مفيش حاجه. خد يا دنت، قول كنت عاوز ايه؟ لا مفيش اهو، اصل واحد صاحبي لسه رن عليا دلوقتي حالا بيقول ان المستر نزل درس مهم جدا جدا ولازم نسمعه، علشان اكيد اكيد نص الامتحان هيجي من الدرس ده. وانا اعمل ايه يعني؟ ما وصلتش. يعني تشحن باقه النت يا بابا. يعني عايزني اشحن باقه النت عشان تسمع الدرس. بالظبط كده. قول لي بقى يا يوسف، على كده بقى انت امتحاناتك امتى؟ يا كانت من شهر تقريبا. امال ايه بقى الدرس اللي انت كنت هتسمعه صاحبك اللي رن عليك ده؟ يا نهار ازرق، انا ازاي نسيت؟ لا افتكر يا حبيبي، يعني كمان كاتبه مش عارف تظبط الكتبه. ده انت حاجه عجيبه يا اخي، اوعى كده على الدين. اتفضل. بص بصراحه كده يا بابا، انا عاوزك تشحن النت عشان ما اقدرش استغنى عنه. يا اخي في ذمتك مش عيب عليك لما تبقى شحط كبير كده وبتقول لي اشحن لي يا بابا؟ ده انت اخوك اوفا الصغير ما عملهاش. اوفا؟ نعم يا بابا. ايه ده، مين ده يا بابا؟ اصلا ده اخوك اوفا، انت فاقد الذاكره ولا ايه؟ لا ما انا فاكره اكيد طبعا يا بابا، بس هو شكله اتغير قوي. هو كبر امتى كده؟ تقريبا اخر مره شفته فيها كان في حضانه. حضانه؟ يا ابن اخوك دلوقتي في سته ابتدائي. ما انت النت لحس مخك. اوفا قول لي يا حبيبي، بتعمل ايه لما باقه النت بتخلص؟ مش بتستنى كده زي الشطار لحد ما نشحن الباقه في ميعادها؟ ايه ده، هو النت خلص؟ انا ماليش دعوه بقى، اشحن النت يا بابا. ايه ده؟ وانا اللي افتكرتك مالكش في النت اصلا؟ فيا انت بتضحك على ايه؟ لا لا مفيش حاجه اهو. طب انا مش هشحن الواي فاي. طب خلاص بص، انا هحلها لك، هات 10 جنيه واشتري كارت فك. ولا شيء. شوبان شوبان. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي يا رب؟ مش هقدر اعيش من غير نت. لا لازم تجمد كده يا يوسف، تمسك نفسك، مش باقي اتنين تلاته تتحكم فيك. هروح اتفرج على التلفزيون شويه. يوبا انا جبت اخره، مفيش اي حاجه كويسه في التلفزيون ده اتفرج عليها. وايه كل الاعلانات دي؟ وايه القناه دي اصلا؟ لا انا مش قادر اقعد من غير نت. بس لقيتها، انا لازم اروح عند اي حد من صحابي. يلا بينا يا زميلي. اخبارك ايه؟ مش متعود تجيلي يعني، شكلي كده في حاجه. انا؟ لا لا ما عندكش حق يا اسلام، ده انت وحشني يا جدع، فقلت لازم اجي اسلم عليك يعني. هو انا عندي كام اسلام؟ حبيبي يا زميلي تنور. حبيبي حبيبي. ايه ده؟ ايه في ايه؟ هو ده وقته يعني؟ الداتا بتاعتي خلصت مع اني لسه شاحن باقه ب 700 جنيه اول امبارح. يوه قدر الله ما شاء فعل.
بقول لكم ايه يا اسلام، ما عندكمش واي فاي هنا؟ اصل انا محتاج ابعت رسائل مهمه جدا لعمي، وزي ما انت شايف يعني الباقه بتاعتي خلصت. خد دخل الواي فاي بتاعكم. يا خساره يا زميلي، جيت متاخر. عارف لو كنت جيت امبارح كان زمانك لحقته. المشكله دلوقتي ان النت خلصان وابويا مش عاوز يشحنه. حتى انت كمان؟ قصدك ايه يعني؟ اسكت بقى يا جدع ولا اي حاجه. سلام يا اسطى. بقى انت جالي عشان الواي فاي؟ ده انت طلعت بتاع مصلحتك يا زميلي. وده هو حتى اسلام ابوه مش راضي يحل النت. ايه الناس البخيله دي؟ طب اروح لمين انا دلوقتي اقعد معاه يكون عنده واي فاي؟ مصطفى؟ لا ده كان رخم ويقعد يرغي معاه للصبح. طب مين؟ عبد الرحمن؟ لا ده بيسهر اصلا وتلاقيه نايم لحد دلوقتي. يبقى مين طيب؟ لؤي؟ لا ده انسان سقيل ويقعد يزل فيا علشان هو عنده نت وانا معيش. بص انا هعمل تطبيق بيهكر الواي فاي واشوف اي شبكه هنا وهكرها. التطبيق ده مش شغال ليه؟ ده البيت ال 15 اللي واقف تحتيه مش عاوز اهكر الشبكه بتاعتهم. بس هو جد ان النت مش بيفصل عنده خالص. انا اروح اسلم عليه. ازيك يا جدي؟ اهو الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ انا بخير يا جدي. مالك يا ابني باصص في الموبايل ليه كده؟ في حاجه؟ مش معايا نت يا جدي، واحد زهقان مش عارف اعمل ايه. بس كده؟ طب هات الموبايل بتاعك، ادخلك الواي فاي بتاعنا لسه شحنه امبارح. يا حبيبي يا جدي خد اهو. هات يا حبيبي. ايه ده؟ النور قطع. انا عارف ان حظي نحس. هات يا جدي الموبايل، انا اروح امشي. استنى طيب يا يوسف، تعالى اديني العلاج. يوسف انت يا واد. هو ده يوسف؟ ايه ده؟ ايه اللي تحت عينك ده؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. انت مش قلت انك عاوزني اشحن لك النت؟ يا ريت. انا موافق يا سيدي، بس عندي شويه شروط. بجد يا بابا موافق؟ موافق على كل شروطك. استنى يا اهبل، انت بتوافق على ايه؟ مش لما تسمع منه الشروط الاول؟ موافق برضه، انا عايز نت باي طريقه. طب اسمع بقى يا حلو، انت هتقضي لي كام مشوار كده، وعلى اخر مشوار هتعمله هدي لك فلوس تشحن باقه النت. بس كده عينيا. اول مشوار ادخل مطبخ ارمي الزباله اللي قلب ريحه البيت دي وما خربت الدنيا عليها. موافق. استنى بس، وهتلاقي جوه موجود عندك على الرخامه ورقه امك كاتبه فيها كل الطلبات اللي هي عاوزاها، وان رجعت البيت يا يوسف وفي صنف واحد بس منهم ناقص مفيش شحن راوتر. ايه ده انت بتزلني ولا ايه؟ ماشي. A few moments later. امسك يا بابا الطلبات اهي. ايه التأخير ده كله؟ ما انتوا كاتبين لي دفتر ملاحظات يا بابا مش طلبات بيت دي، عقبال ما جبتها كلها. المشوار التاني بقى يا عسل. هو في تاني؟ انا تعبت. لا يا خفيف، في مشوارين كمان مش واحد. لو مش عاجبك خلاص مفيش شحن ليه؟ يا رب ارحمني من الذل ده بقى، عشان تبقى تخلص النت تاني كويس قبل ميعاده. المهم المشوار التاني سهل وخفيف ما تقلقش. هتروح تغسل العربيه. ده سهل وخفيف؟ لا ما انت مش تغسلها، انت تغسلها كيف؟ هتروح توديها المغسله. اذا كان كده انا وديتها الصبح يا بابا، روقت على اخر روقان. واللي بقى ايه اخر طلب عشان تشحن النت بقى؟ غسلتها. شاطر. طيب المشوار اللي بعده، هات لي لبن العصفور. مش عاوز نت. خد يا ليلى، انا مش بكلمك. انا اجيب لك ازاي طب يا بابا لبن العصفور ده؟ انا كنت اقصد لسان عصفور عشان امك تعمله لنا على الغدا، وده اللي انت نسيت تجيبه في الطلبات. ها بس علشان انت فاجئتني وغسلت العربيه من غير ما انا اعرف، انا اطلع جدع معاك. امسك يا عم 200 جنيه، روح اشحن الباقه وتعالى. شكرا يا بابا. يا اخي الحمد لله شحنت النت. انا لازم احافظ عليه بقى عشان مش كل شويه كده بابا يزل فيا. ها اديني شحنت لك النت اهو، بس من غير ما احرف يا يوسف، لو الباقه خلصت تاني قبل ميعادها مش هتشوف ميجا بايتايه واحده لمده 6 شهور. لا عيب عليك يا بابا، الكلام ده عمره ما يحصل تاني. انا خلاص اتعلمت من غلطتي، الباقه بعد كده مش هتخلص غير في ميعادها. لما ادخل بقى العب جيم بابجي، وحشتني جدا. ايه ده؟ هو مش بيموت ليه؟ هو البنج قال هو كمان ليه؟ هو النت خلص ولا ايه؟ ده لسه شحن الباقه من شويه، يا شركه حراميه. يا نهار اسود، انا اروح اقول لبابا ايه؟ مش معقوله تكون خلصت، لسه مشحونه من 5 دقايق. لما ادخل اشوف الباقه تاني، يا رب ما تكون خلصت يا رب. ايه ده؟ ما الباقه لسه موجوده زي ما هي اهي، امال في ايه؟ ما راح اشوف. شوف حكايه الراوتر ده. يا ولاد يا بابا. ايه في ايه؟ مين اللي فصل الراوتر؟
قال في حاجه؟ طيب ليه؟ علشان عايزك تروح لجدك تشوف واخد الدواء بتاعه ولا لا، عشان كان تعبان جدا والدكتور كان محذر ولو ما خدش دواء في ميعاده ممكن تحصل له حاجه ويموت. ها؟ ماشي يا بابا انا هروح له، ربنا يستر. سلام. لما افتح النت انا بقى شويه واستخدمه كده كده الواد يوسف مش هيبقى موجود. بقول لك ايه، الواي فاي ده شغال طلقه. بقول لك ايه بقى، حملينا المسلسل اللي هو 6 مواسم ده على كام فيلم كده، خلينا ندلع نفسنا. ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا قدام البيت؟ احنا فاتحين النت. ايه طب ممكن تفتحوا لي معاكم؟ قوي قوي احنا كده كده سارقينه. يا ولاد اللذينه كمان، ده انتوا مثلي الاعلى في الهكر. طب خد افتح لي. طيب اكتب الباسورد عندك يا عم، ولا اقول لك انا اكتبه لك؟ خد اهو اتفضل. وريني. ايه ده يا عم انت بتضحك علينا ولا ايه؟ ما انت موصله اهو. موصله ازاي؟ انتوا فاتحين الراوتر مين بالظبط؟ ما اعرفش بس هو كان مغفل كده. وريني كده. خد امسك ده الراوتر بتاعنا بقى. انتوا اللي بتخلصوا لي باقه كل شهر، انا مش هسيب. انا مش فاضي. لا لا ده انت ركز. الواي فاي بتاعكم انت جامد، انت جامد. ايه ده انا باخد تصوير.